السلام عليكم، مرحبا بكم جديد في قناة شوكولاتين آل. اليوم ان شاء الله غنحضروا البيلون مع الروز بالفرماج، كيجي جديد وكيجي مذاقه مختلف. لهذا البيلون غنحتاج كمية من البيلون، هنا عندي تقريبا 9 أو 10، يعني على حسب القياس اللي بغيتو نتوما. عندي فلفلة حمراء مقطعة اطراف، شوية ديال نعناع، ورق النعناع، معلقة صغيرة ديال الثوم بودرة، معلقة صغيرة ديال الزعتر، ومعلقة صغيرة تكون عامرة ديال الموطارد، دانون مسوس أو ياغورت طبيعي، قليل من البصل أو البورو على حسب المتوفر، وغنوضعو كذلك الهريسة أو فلفلة حارة يابسة، قليل من الإبزار وسكنجبير والملح وشوية ديال الزيت ديال المائدة. اول حاجه غنبداو بها ناخذ الفلفله مقطعه اطراف مع ورق النعناع، غنوضع كذلك قليل من البصل الاخضر او البوارو على حساب اللي متوجد، فالباقي غنحتاجو للروز. غنوضع كذلك الثوم، الزعتر، الى عندكم الزعتر مطحون تقدروا تستعملوه، وغنوضع كذلك الموطارد، دانون مسوس، الهريسه على حساب الذوق ديالكم، فهي الا كانوا حارين كتجي مزيانه. بزار سكنجبير، فكذلك الى عندكم سكنجبير يعني يابس حتى هو تقدروا تستعملوه او اخضر، ونوضعوا قليل من الملح. فانا غنطحن هاد المكونات ونرجع باش نشرمل بهم هاد الفخيضات الصغار ديال الدجاج. فمن بعد ما طحنت هاد المكونات كامله، ضفت لها تقريبا 1/4 ديال المعلقه ديال زيت المائده، ولا بانت لكم ناقصه ضيفوا شويه. فغنشرملهم مزيان، نغطي عليهم ببابي كويسون بابي الومنيوم، نوضعهم في الفران. بالنسبه للروز اللي غنرافق مع هاد الفخيضات، هنا خديت كميه من الروز، يعني تقريبا رابعه نقصت منها شويه، وانتوما على حساب على حسب القياس اللي غتبغيو. هذا الروز سلقته مزيان، يعني خذوا الروز يكون نوعيه مزيانه، وغنوضع الزبده او زيت المائده على حساب اختياركم. غتشحر مع هاد البصله الخضريه والبوارو، جمعتهم بجوج. فمن بعد ما يتشحروا مزيان غنضيف هاد الروز، ونضيف كذلك الفرماج معهم، وبطبيعة الحال التوابل، نضع شوية ديال التحمرة حارة، شوية ديال السكنجبير تقريبا معلقة صغيرة ما عمراش، والإبزار والملح، فنوضعهم فوق النار تتشحر لي هاد البصيلة مع لي بواغو مزيان، ونضيف لهم الروز. هنا من بعد ما تشحرات ليا هذيك البصيله، ضفت شويه ديال زيت المائده، غنضيف كميه ديال الروز، غنحاول نخلط مزيان باش تدخل هذيك تشرب الروز هذيك العطريه وديك البصيله. هنا غنضيف الفرماج قدر اللي بغيتو، انا خديت هنا نص زلافه، فهاد الفرماج كيعطي الروز واحد اللذه مختلفه، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. ونبقى مستمره في التحراك كيدور، نحس بهذاك الفرماج داب وتخلط مزيان مع الروز والصوص.
فكان هذا اخواتي هو الطبق ديال اليوم، لي بيلون مشرملين بواحد الشرمونه، صدقوني الا جربتوها غتعجبكم وما تستغناوش عليها، انه المذاق ديالها فعلا لذيذ ومتغير. والروز بالفرماج حتى هو كيجي على هذا الشكل، اللي انا قدمته في واحد الاطار دائري وضعت فوق منه هذوك الفخيضات الصغار ديال الدجاج. لاصوص اللي بقات ليا ضفت ليها جوج معالق كبار ديال ياغور طبيعي،